المرأة المصرية ليها دور كبير عبر التاريخ. أكيد بيسعدنا أن النهاردة يكون في معرض بيعبر عن المرأة في مجالات مختلفة. هتدور حلقتنا النهاردة في يوم جديد حول أهمية المرأة في المجتمع المصري. طبعا دور المرأة المصرية عبر التاريخ دور كبير جدا. يسعدنا ان يكون معانا الأستاذة الدكتورة سهير عثمان، أستاذة بفنون تطبيقية. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك واهلا بالبرنامج. دكتور حياتك، كلمينا عن المعرض النهاردة. طبعا ما شاء الله لوحات جميلة جدا وكلها عن المرأة المصرية. هو طبعا المعرض حاليا اللي هو المقام بدار الأوبرا المصرية، الحقيقة كان للإيفنت اللي هو يوم المرأة عموما، سواء المرأة المصرية أو المرأة العالمية. يعني لما إحنا المرأة المصرية تتكرم بحاجة زي كده، بس ده يبقى شيء يعني بسيط جدا إحنا بنعمله. دور المرأة بشكل عام بأمانة مهمش يعني في مصر الحقيقة، لكن إحنا بنقول إحنا موجودين. مش فقط المرأة هي تربية أجيالها وخلاص، ومش أنا اللي بقول، التاريخ اللي بيقول. التاريخ بيقول المرأة موجودة بفنونها من العصر البدائي، موجودة بفنونها وبصمتها الفنية بالعصر المصري القديم وفي العصر القبطي وفي الإسلامي وفي الحديث وفي المعاصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. فهي المرأة موجودة فعلا، وموجودة وبقوة كمان. ففي المعرض ده الحقيقة اللي قايمة على تنظيمه دكتورة فينوس، هي مقترحة يعني زي كذا اتجاه. الاتجاه الاول طبعا هو مش مرأة، يعني هو مش عنصري. يعني انا الحقيقة انا جاي لي كده خيال اني طالما انا دعيت لي، فتصورت ان المرأة فقط الفنانة يعني، وليس الفنان، الفنانة فقط هي المشتركة. فلقيت الحقيقة كذا اوبشن هنا، بالعكس يعني المرأة والرجل سواسية هنا من خلال الفنون على الساحة المصرية. فتنظيم هذا الحدث من الفنان المصري، ولكن بلوحاته اللي هي مقتصرة شوية على عنصر المرأة. ولاحظت فيه الحقيقة حتة الهوية المصرية، يعني ده شيء جميل وإيجابي بأمانة. كمان وأنا ملاحظة أن اللوحات يعني معبرة من يعني دور المرأة على مدى العصور، مش بس عصر واحد. بالظبط كده، ما ده يمكن قلت لحضرتك في بداية الكلام أن المرأة موجودة حقيقي منذ العصر البدائي والبصمة الفنية بتاعتها، وفي طبعا وفي العصر الفرعوني وفي القبطي والإسلامي والحديث إلى الآن يعني. فهو متناول تراثيات، هذه التراثيات موجودة بالفعل بشكل حديث ومعاصر، لأن ما فيش فنان أو فنانة يستطيع وليس له الجرأة أصلا أنه يقلد الفنان المصري القديم، لا يمكن، ولا الفنان المسلم ولا القبطي أو إلى آخره، ولكن بيستلهم من فنون هذه الحضارات المصرية بالذات، بيستلهمها بشكل حديث ومعاصر. يعني فنوننا وحضاراتنا العالم كله بينبهر بها، فمن باب أولى أن الإنسان المصري بالجينات بتاعته المصرية أنه يستلهم من فنون هذه الحضارات دون تقليد الاتجاهات العالمية أو الاتجاهات الغربية، دون تقليدها، ولكن ممكن يستلهم منها ويستفيد من هذه التيارات. من خلال الفن التشكيلي كيف يمكن أن نعبر عن دور المرأة من خلال لوحات؟ هو طبعا زي ما انا بقول لحضرتك، لما تكون الفنانة المصرية يعني ممكن يعني بتعرض أعمالها في أي تقنية من التقنيات بتاعتها، مش بالضرورة يعني مش هتبين بقى دورها وهي بتحضن طفل وهي مش عارف في فترة الرضاعة والحاجات دي كلها، لا، دي هي بتقول إن فنوننا وحضاراتنا موجودة اهي، وأنا كمرأة مصرية بقول إني أنا بستلهم من هذه الفنون بالشكل ده. لكن ليس فقط دوري
اني انا دور مقتصر على التربية فقط والأسرة فقط، لا، انا بقول انا كفنانة بعرض وجهة نظر معينة، وجهة نظر حديثة وفي الوقت نفسه برضو دولية وعالمية، لكن من الأصول بتاعتنا، من أصولنا وجذورنا يعني. حياتك مشاركة هنا في المعرض بلوحة. أنا هنا بالفعل مشتركة بعملين بتقنيات مختلفة. الحقيقة ما يعني أنا موضوع المرأة مش في لوحتي، ولكن بفلسفة أخرى بعيدة. أنا بقول أنا مصرية صميمة فعلا، وده في الجينات بتاعتي الحقيقة. كل أعمالي الفنية مستلهمة من فنون التراث المصري القديم، الحضارات القديمة، بعمل مزج بين هذه الفنون لكن في قالب حديث ومعاصر، في تقنية الجرافيك اللي هو السلك سكرين أو الطباعة بالشاشة الحرارية المسطحة في عمل واحد، وعمل آخر من فن النسيج، هو يعني ليس النسيج ككليم أو تابستري، ولكن سجاد يدوي أو نصف يدوي، عملها برضو من المستلهمة من الزخارف النباتية والهندسية كعلاقة يعني عضوي وهندسي من التراث الإسلامي برضو بشكل حديث ومعاصر. بما أن حلقتنا النهاردة في يوم جديد عن المرأة، حياتك شايفة إيه اللي المرأة محتاجة توصل له أكتر في مجال الفن التشكيلي وفي مجال الفنون عامة؟ في مجال الفنون عامة والله يعني يعتبر برضو وصلة برضو مش وحش، بس في الفن التشكيلي لسه بأمانة في الفن التشكيلي في قصور، لأني من الآخر كده قد كده المرأة بتشتغل وبتقدم فنونها من خلال القاعات الموجودة على الساحة هنا، بس مين اللي بيزور أصلا؟ مين اللي بيجي بصراحة؟ فهي عايزة يمكن حتة الوعي، والوعي ده مش هيجي حضرتك إلا من الإعلام، إذا مرئي أو مقروء أو مسموع. يعني أنا مش عايزة أقول حياتك المقروء مثلا، تلاقي صفحات في الرياضة وصفحات ما وراء الرياضة، وتيجي حتى الحوادث فيها صفحات عديدة، عند صفحة الفن التشكيلي تلاقي يا إما نص صفحة بالكتير أو يوم يعني ها ما يبقى صفحة. طب ليه؟ طب يعني اللي يعرف الناس بره ان في مرأة بتشتغل في فن التشكيل او في قاعات مفتوحة للفن التشكيلي؟ المعرض بيتفتح يوم الافتتاح، تلاقي زوار قد كده عشان الافتتاح، وبعد كده ما فيش اي حاجة. ان شاء الله اكيد بنأمل دايما الاعلام. الاعلام مهم مهم، لان انا مهمتي ارسم مثلا، مهمتي انظم معرض، لكن مش مهمتي ان انا افضل يعني. ربنا خلينا كل واحد له مهمه في الحياه، صح؟ فالاعلام فعلا دوره مهم جدا. اتمنى كده انه يشاركنا كل حاجه في الفن، في الفنون عموما، الفن التشكيلي بشكل خاص. المصرية معروف دورها العريق عبر التاريخ. يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ أحمد عبد الجواد الفنان التشكيلي المعروف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا خير يا فندم. دكتور حتك كلمنا أستاذ أحمد، كلمنا النهاردة عن المعرض وإيه دوره؟ هو المعرض بيتكلم عن المرأة المصرية وبأكد الذات المصرية، وده يعتبر تكريم صغير جدا للمرأة، برغم ان الاعمال كلها اعمال تشكيليه الفنانين بيعملوها في منطقه تلقائيه، ولكن ممكن يكون اللوحه من لوحات الفنان هي بتمثل المراه في حياته. وطبعا الفنان بيبقى غائص، لان المراه هي دور مهم ومؤثر جدا، وبتعتبر هي نص المجتمع. فالفنان عموما لما بتطرق للمرأة بتطرق لحاجات كثيرة جدا، يعني حتى لو رسم ورقة شجرة، أو الشجرة بنعتبر الشجرة الأم، أو النخلة الأم، أو قطرة الندى الحلوة الحنينة الزهرة الجميلة الوردة، كل ده تشبيهات، أو القمر، كل ده تشبيهات ممكن تتشبه بها المرأة.
يعني معنى كده ان المرأة بتأثر في الفنان تأثير كبير جدا. وكل عناصر الحياة اصلا هو مرأة، والمرأة هي مخلوق جميل راقي معبر، مخلوق حنين برغم فيها صفات قوية، لكن هي يعني بنعتبرها الحياة، بنعتبرها رمز للصمود والتحدي، بنعتبرها الأم والأخت والابنة. كيف يتم تعبير عن دور المرأة من خلال الفن التشكيلي؟ هو الفن التشكيلي هو منارة، يمكن هو بيتناغم الفنان منذ زي ما قلت لحضرتك منذ قدم التاريخ، لكن هو دوره مش هو لما بيجي يرسم مش ما بيتطرقش انه يرسم للمرأة، لكن بيبقى حسه واحساسه في اللحظة دي ان هو ممكن يتخيل ان المرأة هي في القرية في احساساتها وجودها في هي كأم وكسيدة مجتمع او حتى الالعاب الشعبية اللي هي احنا بنشتهر بيها، بتلاقي فعلا البنوتة الصغيرة لما بتلعب في بعض الالعاب الشعبية والحاجات اللي زي دي المراجيح، حاجات كتيرة جدا في الحياة الشعبية والموالد حتى في المآتم بتلاقي ان فعلا برضو ان في حزن عميق جدا وسكون رائع، وقد يكون السكون هو في غاية من العظمة. في فنانين بتتطرق إليه، الحداد في الصعيد عند المرأة يمكن بتكلم على إيه، فنانين كتير جدا يمكن كمان في السينما تطرقت له، ورغم كده الفن التشكيلي كان ليه دور مؤثر جدا في الحياة الفنية وإبراز دور المرأة في إحياء. حتى أنا بقول لحضرتك إحساس الفنان بالنخل وبالشجر بالجمال، كل ده تأكيد للذات المصرية وللست المصرية. أكيد شيء جميل لما يكون الفن التشكيلي بيهتم بالمرأة بهذا الشكل ودايما بيعبر عنها بشكل مشرف وجميل. طبعا انت عارفة ان يمكن المرأة وصلت لمراحل انها تبقى أستاذة في الجامعة وبتبقى قاضية وبتبقى أستاذة في كل المجالات حتى في علوم الذرة. هي المرأة كائن عظيم وكائن قوي ومؤثر، ودور المرأة في البيت يعني ده المهم، ان احنا ازاي المرأة تأثر في الأطفال اللي هي الجيل الحديث، ان هي برضو بدورها ان هي بتأكد القيمة الفنية للتراث المصري والإنساني، واذا اعددت المرأة اعداد جيد يديك مجتمع راقي جدا، مجتمع ذات حضارة وذات قيمة عالية، ان هو بحس حتى لو الاطفال لما بيزوروا المعارض من خلال الاسر بتاعتهم فهنا بتعلموا الذوق ويبتدوا يرتقي الفن التشكيلي بذوقهم، وحتى ترتيب البيوت يعني لما تبقى المرأة واعية وان هي بتاخد كل شيء بتحسه حتى بينعكس ده في حياتها وحياة اسرتها. احمد بكليه تربيه فنيه، اهلا بك يا مهتاب. اهلا بحضرتك. كلميني بقى، بما ان انت طالبه بتكوني حريصه دايما على مشاركه في المعارض وبتيجي تتفرجي على المعارض زي النهارده، احنا عندنا في الكليه دايما دكاتره بيحسونا دايما ان احنا نيجي ونشوف المعارض، احنا ناخد خلفيه نعرف الفنانين الكبار اساليبهم عشان نتبعها، ازاي نعرف اساليب نمشي عليها جديده، حاجات جديده نقدر نتبعها وكده، فبالتالي هم دايما بيقولوا لنا. غير كده في احنا بندور على النت وعلى حاجات نبتدي نشوف ايه المعارض الجديده، نبتدي نشوف ايه الحاجات اللي احنا نقدر نطبقها كمان في الكليه باسلوبنا، بحيث ان انت تطلعي على كل جديد ويكون في مشاركه دايما منك فعاله انت بقى وبقيه زملائك. ايوه فعلا، وكمان احنا عندنا في الكليه دايما حريصين، يعني لو بنتكلم خصوصا عن المعرض هنا عن دور المراه، فيعني هم دايما حريصين على ده. احنا درسنا حاجات كتيره المراه، احنا من اول ما دخلنا كان بنتكلم عن العصر الحجري، من التماثيل القديمه زي زينب، زي في تماثيل كتيره غادة فلاندروف، وفي بعد كده الفرعوني درسنا دور المرأة، والفنانين الكبار زي زينب السجيني وإنجي أفلاطون دايما يعني بيقولوا لنا تاريخهم عشان نتبعهم وكده. أكيد.
مهتاب احكي لي بقى احساسك ايه النهارده وانت شايفه المعرض كله عن دور المراه المصريه ولوحات جميله زي اللي احنا شايفينها النهارده؟ لا اكيد طبعا مبسوطه، لان احنا يعني لحد ما الموضوع ده بحس ان فيه اهمال شويه، فدي حاجه حلوه ان احنا كل فتره ان احنا نعمل معارض تخصها، وخصوصا ان احنا عندنا كمان في كليتنا او في كليات الفنون يعني اغلب الدكاتره عندنا او الطلبه بتبقى يعني اغلبنا بنات او سيدات، فاللي هو بنستغرب ان هو يعني طب انتوا ازاي مش شايفين ده؟ احنا كليتنا فيها فن تشكيلي، احنا بنشتغل على الفن التشكيلي، فيعني ازاي احنا مش واخدين بالنا بنعرض ارائنا؟ يعني احنا كمرأة او كده المفروض اعرض ده خلال لوحاتي انا، بس للاسف احنا احيانا في ناس بتتجه بقى للحاجات التانية، فده كويس قوي ان احنا عاملين ده هنا في المعرض ده. زي ما شفنا النهاردة لوحات كثيرة بتعبر عن دور المرأة المصرية وأهميتها. تابعونا بكرة وحلقة جديدة ويوم جديد.